حاليا راني في منطقة المكسم في الشمال الغربي، تكزيستي شمال غربية، شمال غربية لمدينة حاسيبابة. جاي هنا باه نصور الكودري ان شاء الله، الحمد لله متواجد هنا الكراوان العسلي والبورة المتوج. راني سبق صورتها، قلت بالك اليوم نصورها، تصور صار الله زينين. راه معايا اليوم جب الصورة الممبر تاعنا جروب سكوربيون. السلام عليكم. لابس تريكو تاع سكوربيون. السلام ورحمة الله وبركاته. صبحت لاباس؟ لاباس الحمد لله. وين بها رشيد؟ يا خويا ان شاء الله رانا في المنطقة تاع المكسيم، ان شاء الله راح نصوروا ان شاء الله الكودري. ان شاء الله نبقى. قال لي راه كاين الكودري هنايا وكاين صواق البل، ان شاء الله نصوروا. أكثر من ساعتين نحوس على الكودري، لقينا زوج ولا ثلاثة، بصح والو دايرو حل بعد مكانش، تسمى مكانش بلاصة تاع ماء، والله البارقة اللي دير لهم كاموفلاج و توا في خطر. والله تلقى مثلا قال لي اش تاع البيض مكانش، دورت الوجه الآن دي براكور تبع المقرنة، إن شاء الله نلقاها إن شاء الله. أيه بعد شوية إن شاء الله بعد معاناة ومشي أكثر من 17 كيلو قدرت نصور البورة الصحراوية المتوجة والكروان العسلي. الكروان العسلي كان بعيد شوية صورته، إن شاء الله يخرجوا تصور ملاح. القبرة المتوجة ثاني كيف كانت شوية بعيد، بصح الحمد لله صورتها، كان حوايج أخرين راني نصورهم تشوفوهم بعد الله.